بالرغم من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل الأوروبي، طالب المجلس الاقتصادي الاستشاري للحكومة الألمانية في تقريره السنوية الذي صدر هذا الأربعاء بإجراء مفاوضات بناءة للحفاظ على بريطانيا داخل التكتل الأوروبي. قال رئيس هذا المجلس: المشاكل الحالية تتعلق بالتداعيات السياسية المترتبة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلاصتنا تتمثل في نضالنا من أجل عدم حدوث البريكسيت. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جهتها ركزت على ضرورة إبقاء العلاقات جيدة وودية مع بريطانيا. أضافت المستشارة قائلة: يجب علينا أن نحافظ على تضامن الدول الأعضاء 27 وعدم وضع معايير تنتقي بموجبها كل دولة المزايا التي تحتاج إليها في أوروبا. هذا هو الرهان. وفي تقرير صدر في لندن، حذر أكاديميون بارزون من أن الحكومة البريطانية التي ترأسها تيريزا ماي ستواجه تحديات قانونية ودستورية وبيروقراطية هائلة من شأنها أن تعرض البناء الدستوري للمملكة المتحدة للضغط.